نسمع رأي الشارع قالوا إيه ونرجع نكمل. ماشي. لا طبعا المفروض الراجل طالما تزوج فهو المسؤول عن الإنفاق، فلابد إن يكون يدور على مصادر شغل عشان يقدر يوفر مصاريف المعيشة للأسرة، وإلا ما كانش يتزوج. المفروض إن العربية دي جاية عشان هو يعرف يزود الدخل بتاعه، لكن إنه يتجه لإنفاق جزء من مصاريفه في المخدرات، وبالتالي ده بيتحرم من مصاريف الأسرة، فده خطأ كبير جدا يعني. ده خلل سلوكي. مراكز التوجيه الاجتماعي طبعا لابد إنها تتدخل في الأمور ديت وتعمل عملية دورات نصح هيتزوجوا حديثا لو عندها مصادر دخل محترمه وتقدر تعيش حياتها يعني. لو ما لقيتش وسيله اخرى للاصلاح بينهم تنفصل. نصيحه مني اللي هي يسيبوا من القصه ديت خالص وتبدا حياتها بقى مع عيالها لوحدها، لان هي دخلت وراه جابت له عربيه، بدا في قصه المخدرات، جابت له عربيه اشتغل فيها في المخدرات، والدته بتهنها الكلام ده كله. فهي نصيحه اللي هي تسيبه منه خالص، تستاهل اللي جرالها، لان هي شايفه اللي هو شخصيه، مش شخصيه الواحده تبيع حاجاتها عشان خاطره والكلام ده كله، بس هي عملت كل ده عشان خاطر عيالها. انا رايي فيه اللي هو مش راضي يعني، جابت له عربيه وخلفت منه واتقبض عليه مره واثنين وثلاثه، وهي عرفت انه اتمسك مره وسامحته وتاني مره وسامحته، المفروض هي ثالث مره دي ما تروحش على ذمته عشان الطفل اللي معاها او الطفله وعشان حياتها بعد كده. اذا كان هي مش هتاخد القرار، المفروض يبقى حد من اهليتها الموجودين اللي هو اشترك معاها في الجريمه دي ان هو يخلصها منها. كل حاجه اتدمرت بسببه هو. المفروض هي القرار الوحيد ليها الانفصال. الغلطه الوحيده ان كان المفروض بدل ما يبداوا ان هم يصلحوا فيه الاول، كان محتاج دكتور نفسي الاول يقعد معاه ويفهم الموضوع كويس ويبدا يصلح اللي بوظته الام. الام تعتبر هي اللي بنت وبوظت في نفس الوقت. انصحها بان هي تصبر معاه وتطول بالها، خصوصا لو في اولاد، لان هم دول اللي هيدفعوا الثمن. لا ما تنفصلش، ما تستعجلش يعني. هو ده كده كده يعني ممكن يبقى في المستقبل لو ما حققش المراد منه. معروفه كده عن اي حد بيدمن مخدرات، بيبيع كل حاجه، بيبيع اللي حواليه كلهم. لازم الاول حاجه يخش مصحه ويتظبط. نصيحه ليه هو، لازم يراجع نفسه في كل اللي فات.